أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم بداية الحملة الانتخابية للمترشح حسني شريف عبد العالي المتوكل على الله والمسنود والمدعوم بهؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة وهؤلاء الشباب وهؤلاء الطلبة، وبحضور وسائل الإعلام سننطلق إن شاء الله في هذا البرنامج اللي اخترنا له اليوم بعض الرمزيات الأساسية اللي تعبر على هويتنا وتعبر على توجهاتنا وتعبر على أصالتنا. وإن شاء الله اليوم إخواني أخواتي تكون هذه الانطلاقة المباركة لهذه الحملة من أجل أن نبين للجزائريين جميعا الفرصة وفرصتنا اللي راهي أمامنا في هذه الانتخابات الرئاسية. احنا حملنا شعار، وهذا الشعار عميق، هو فرصة، فرصة لكل الجزائريين والجزائريات، فرصة للشباب وفرصة للنساء وفرصة للفلاحين وفرصة للمتقاعدين وفرصة للعمال وفرصة للطلبة وفرصة للأطباء والأساتذة والعلماء والمفكرين والخبراء، فرصة لهم من أجل أن يحتضنوا ويحتضنهم وطنهم الجزائر. وطننا الجزائر ينبغي أن نمنح لنا أو لأنفسنا هذه الفرصة من أجل خدمته، من أجل تنميته، من أجل الحفاظ عليه، من أجل الحفاظ على سيادته، من أجل الحفاظ على وحدة شعبه، من أجل الحفاظ على وحدة تنوعه. إن شاء الله اليوم إخواني أخواتي نبدأ هذه الحملة الانتخابية بهذه الرمزيات وبهذه القضايا اللي تعبر على عمقنا وعلى انتمائنا وعلى توجهاتنا، وإن شاء الله راح نكونوا متعاونين في هذا المسار. هذا الرجال وهذا النساء وهذه الإطارات وهذه الكوادر وإخواننا اللي راهم معنا في حركة النهضة، وكلنا راح نتوجه إلى الشعب الجزائري نطلب دعمه ونطلب نصره. هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين. إن شاء الله رانا معولين على الله وعلى المؤمنين وعلى أمثالكم من الشعب الجزائري. إن شاء الله بارك الله فيكم. نعلن رسميا على انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسية 2007 إن شاء الله.